يدي طلع عندي نغمني ثلاث مني تريم سوال دم قران فلا ونانس مرحبا إسون دهيرا نغدو قومي سني سال لنسث مزيغ أمس ذوق بتو يمسلقا وسلوين ثمورث مس عبد المجيد تبون القائد دانيجين القوات يمسلحين نغلاف ندفع غنو يمسلقا أسا إذن النايب نغلاف نالقوات يمسلحين ثمورث كوبا الفريق خواكين كينتا سولا أمسلقي يلا ذوق خمس سلويث الجمهورية يلا صلح دور نالفريق مزور سعيد سنجري حاد وسلوين الأركان الجيش غناو أنو وكذوذو مضبر ديوان سلويث الجمهورية بوعلام ذو نغلاف نتغوسوين برا دي غريب بن جزائري أحمد عطاف دون غلاف نصيري محمد عرقاب دون غلاف نتزمار عبد الحق سيح وفي تقارى النوم سلقيس وكدنيب نون غلاف نقواتي مسلحين ثمورت كوبا بلي أمسلقي هلي من إذن مس وسلوين ثمورت يلا سود من تومات ذا الفايت ذي ثفوت تومات الثيد وكلاجر الجزائر كوبا إلا سي مولاش 60 نيسقوس انكيرو informarles que la audiencia con el presidente هذا اللقاء الذي جمعنا مع سيادة الرئيس اتسم بطابع أخوي ومثمر بما يتوافق مع الأخوة والصداقة التي استمرت لأكثر من 60 سنة بين الجزائر وكوبا أود أن أهنئ الشعب الجزائري وقواته المسلحة بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية المجيدة أرجلينا al pueblo de Argel a sus fuerzas armadas وأوجه تحية أخوية من أعماق قلبي للجميع تحيا الجزائر وتحيا كوبا بيبا أرجليا بيبا كوبا أميكا قمسلقا وسلويني ثمورت مس عبد المجيد تبوني مسلقا السائد الدكتور شمس الدين حفيز العميد للمسجد انباريس ذي المعونة عسكري في مسلقا الفريق مزور سعيد شنقري حسلوين الأركان للجيش أغنون وقذوذ يمسل قد قخام من الأركان الجيش أغنو إذ من الفريق أول أنيل شوهان أسلوين الأركان الدفاع الجمهورية من الهند أديوسين ذي ثرزاف أن الخدمة غال الجزائر في خفة أنت أربعة عسكري ثلان القدن يجي ثقار زهر أبو عبد الله السوري في المراكز نوسني جوي ويرسو تحي الإعلام أغناو ذو تحين العسكري مس الفريق مزورو سغل تربع على الرهاط من الجيش أغناو ازدفر نوايا سواء سني غير نملقيث يحطرو مريم قران وغليف الدفاع أغناو ذي مضبر القوات ذي الدرك أغناو ذي سلوين الدواير تم ضبرين مركزيين سلاركال الجيش أغناو وذو غليف الدفاع أغناو أكدت مقدمت الهند ذي ذي تزاير ذي تخباب ثقلان ثلاي ذس ماني فسر سن غيران في مسال نمع عسكري ذي بريذن وصقدر سن جرى سن أكد وذ ما ون وصقدر ذو دوز نمع وان ذي تمسال اللمان ذي تمسال إلان تولاهن تي السن تنت مورا أمشو قلان ذي ولوعار في اللمان تسنيد تدوني ثمرة ومبذل في مغلي وانثلاريا فثقت عيث نتموسال اللوق ذكم لاقي عيسى ومس الفريق مزورو أوال يمرحب ذيس فشهو سسلوي لركال جمهورية ثن الهند ويسمي ثاسلم على القاثي وثينت ذكم زرو ينسنت نتمورا أغتنم هذه السانحة للتذكير بمتانة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بلدينا حيث دعمت الهند ثورتنا التحريرية ودفعت عن حق شعبنا في تقرير مصيره لا سيما من على منابر حركة دول عدم الانحياز التي لعب الرئيس نهرو دورا بارزا في تأسيس وإرساء مبادئ التحرر والانعتاق من الاستعمار كما تعد الزيارة الرسمية الأخيرة التي
قامت بها رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو أكبر دليل على الإرادة القوية لقيادة البلدين لإعطاء نفس جديدة للعلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون بين الطرفين في مختلف الميادين. كما ساهمت المباحثات التي أجراها رئيسا البلدين في رسم آفاق جديدة وتبني استراتيجيات مستقبلية كفيلة بترقية مستوى التعاون الثنائي وتحريك كل الآليات المشتركة والعمل في إطار اللجان الثنائية المتمثلة في اللجنة المشتركة للتعاون وآليات التشاور السياسية من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي المبني على الروابط التاريخية بين البلدين إلى مدى المنشود. مس الفريق مزورو وكذي ثيباب ثنين يجيو النت زاير فوسقير الناس وقبال النت ثيباب ثاي العرطض النت زاير وحطار ذك سوري في النوس مكثين 70 نيس بقسن فثنو كرين الثور ثنو منزون ونبر 1954 يتغيمان ديما ثدر ويا يتوكذ ثوله نالهند يسرني المعلقة في قدرانت يجمل انتجار السنت نت مراثي مدوكال. ولا يفوتوني السيد الفريق الأول أن أعبر لكم عن عميق امتناننا لتلبية دعوتنا لحضور مراسم الاحتفالات المخلدة للذكرى 70 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 الخالدة، معتبرا ذلك دليلا على حرصكم على تمتين الروابط المميزة التي تجمع بين بلدينا الصادقين. سيف مناس وكذ ماس الفريق مزورو أنيل شوهان أسلوي الأركان الدفاع الجمهوري ثن الهند فرهت يحلان وسنيج وقلان يفاثن التاذت يباب في ديوسيني ذس ويوكذ فوجاذ سني غيرن فراحيت ذك بريذن وسرني نوم عوان جرن سني غيرن يصوض الناس غل يحريشن ذي ثرارن وذي الفرزة ثاي سنيان سني غيرن في زمام اللوفاق ذك حريشن العسكر جرن وغليف ندفع أغنى من الجمهورية الجزائري ثا ديمقراطية انتقذوت ذو غليف ندفع عن الجمهورية ثن الهند وذي ثقرا نملقي مبذل سني غيرن لهديات تيرمزيين وقذمين السنية الفريق مزوارو أنيل شوهان في زمام ورغ الأركان الجيش أغنى ونمكذوذ. وفي ثفوث نواقل ذا الخدمات الثقور الجزائر سو عمال ذا مقران فوسيلي نمزهر النس الجزائر نمنزون ونبر رئيس همين ديما ستر والنس ثريق لسير قاصن السعد في الذمثن ورزام رسمين وسوريف نوفراق مولاش 100,000 انتخامين سيود مون أكل نوسكاي ذي ثمورث أكل نتاث ذا مور سي زمام مقران انتخامين اقي يوسلوين ثمورث دقبريذ نزمام خمسي 2020-2024 ثني كرين سوري فياتو يوثلاي في اللسون غلاف وسكاي الثخامين ذي العمار الثمدين محمد طارق بالعريبي سي الولاية عين الدفلة. نحن اليوم على موعد مع إحياء الذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، يسرني أن أعلن عن انطلاق الرسمي من هنا من ولاية عين دفلة لعملية توزيع 102,136 وحدة سكنية بمختلف السياق عبر التراب الوطني. أقول لعملية توزيع 102,136 وحدة سكنية بمختلف السياق عبر التراب الوطني. والفرحة الذي الولاية القسنطينة سنت أن الفرحة ثمغرة السبعينية الثور ذو أفراقة أن 2861 انتخامين ناس ضمان أكل أن وسكاي الولاية القسنطينة تاثي الولاية مزويرة ذو حريش أن وسكاي سيو سقوس 2020 غير 2024 مني فرقا مولاش 23,000 انتخامين ذي ثفوث نسياسة نجم ليا فتقور الدولت.
وسوس مكثية يتوفر قضي الولاية نسكي كذا توفر قن مولاش 2800 انتخامين سيود مونو كل نوسكا يمكس فاذن 2000 أن يذان سي المعونات نص ورد تيثرين باش سكان أي مزدوغين نغتي خامين نري في ماني توشد نغ توسيد سكيك دادي ومكيان نوي السن في القد أغنى ودقق تخصان العداد الناس سكنات نغتي خامين يتوفرق وسقدر نثم الدور ثنيوذان التاث تمزوروث فتخدم الدول تمنع عغل قد المعونات نص ورد ذي بانن ذي ثخامين الريفي يموشن يوذان التيرين ذي الولاية تيزي وزوان تسقدر الولاية 7000 ثخامين توفرقن سوس مكثي 70 نسقوي سافت نكرين الثورث نومن زن ومبرقار الخضر كاوان تيجينا تينز دوغين تي جديدين يضمن انثو الصرا تسوذر في قرزني وزن 7000 نتواش ولين شحال يا تراجونت اخا مناكي ساجنت الحف درنت شحال ذا سكواس باح مليح مليح يفك لهم ادي غير صعب كي المضرور الا نتي دي غير صعب كعطا من كوني ادي نعطى الصحه يمسيو الوالي يكتب عنو كثر من ستة كيون وكتجينا غير مغفان تسون وكتجينا غير مغفان ذيلين حافين زكنا فاقين و دينا غادي احمر بالشهداء اقرا حنا في ثمور ثقيلنا طراز راس بوسان الحمد لله لا عقوبة روية تو فيها بوان سيلو كي سايطوندر غادي احمر بالشهداء تحيا الجزائر سكينة فرحة طس طس كان ليا ما خام 30 سنة الى عمرينو جون غادي احمر بالشهداء تحيا الجزائر نيكن 13000 تنزدوغين اكس وفرقان دوك سكاسكين زوج 1024 دوك الولايه تيزي وزو داقس ني صنفران ديك الشغالات اللفنيه تدونا كن يلاق الحال وكان هذا وجد انت تنزدوغين اكي ديال الوقت سنتي تعقنن ولس وفرقان تغا في مزداغ اثنتي تراجون اشكر بريزيدون مورثنا دفكان اخرنا كيلوج مون سوسيال اكينغي عطات الصحه فرحهم مليح مليح تغدر سكيد الاولى واش كنغا شهداء هنا يمثل سني رحمه ربي تا ونيت في كنا الدخمه ديال تا ونيت فرحه طاس سو خماكي شحال هكي تنترجو سي الحمد لله بهذا الاول هو كان في كنا بسروت خماكي لا دغا مدو ساكت ونيت ساكين مسمكتي و 70 تقرا ولا تمر الجزائر اما نزو نوفمبر من نوفمبر ذا زمول نتلي ذا زمول تقرا ولا بزمول منو بزمول انتمون الحمد لله مازال خير رزات ان شاء الله ويدي قيمن اشكرك واخا منا الحمد لله بالدنيا بي اشكر هذا غنميا فلاس دبا لا كليه كينيا اي العقوبه رويه هذه المناسبه الطيبه 70 نوفمبر تقوم الى تجوزو بتوزيع ازيد من 7000 وحده سكنيه من جميع السياق لعل الحدث يكون اول نوفمبر كيكون اول نوفمبر كل الفرحه تكون وهذه اضافه لفرحه نوفمبر الجزائر اليوم بخطى ثابته وتحت رعايه راشده تسعى لان يكون المواطن هذا في احسن الظروف وفي وضعيه اجتماعيه تليق بهذا الشعب النيكن 13000 تنزدوغين اكس وفرقان دوك سكاسكين زوج 1024 دوك الولايه تيزي وزو داقس ني صنفران ديك الشغالات اللفنيه تدونا كن يلاق الحال وكان هذا وجد انت تنزدوغين اكي ديال الوقت سنتي تعقنن ولس وفرقان تغا في مزداغ اثنتي تراجون ثمس القاسة ثنغلاف نتضامن غناو ذث وشولت ذث مطوط كوثر كريكو تمس القاسة إذا أنت مضبرت نثم الطوث ذا الجاندر ذي الغروز ذقم لمي أنت فريق ثمانية تفسر ذقم سلقية تجربة جزائرية ذقم حريشة نو حاضي ذو صقدر نثم الطوث ذو سيلي نمكن الدمسة أم كو تلاين في بريد أن نو صقدر لمعون الجار الجزائر ذقم لمي أنت فريق ذقم حريش نو جملي أم حريش نو حاضي فثم الطوث سيود مونو كل الخدمين وغيل ذو صقدر الدمسة دي ثموقني في الدمثن وسيجد يشارك دي اللجنة الحال في مطوط دي نيويورك سكر ناس سقدر نجي وثن ثمور ثنغ ستجرب الجزائري ذو قحريشا ذنغ ذو قحريشا يا وثعمر فوسفي السيس ذو بضاين الفايت الناس إذا نثموران وملومي انت فريك ذا
تكمل دي الولايه النوهرة تكمل انت لشغلات نوم سلقي اللغروز انت فريق تلان سنجوث الجزائر مني وثلاين دي واس ويسن الاشغالات في كروسن ذهيلا اخسن لغروز السيلين ويت في الدمث باش شاركنا دوك سقدر نظام ساعة انت فريق ذو نجم ونسيقار حبيب مخلوف ما زال ملقي مزيان نيجور ويرينديس أخلى لنا الوراشاث دي مزيان نوساند باش نبدل نجرب دوس نعث لخذو مثنسن وسجيان نسد نسد تمديت نهاراني المنت المنت ليفان ما يجي الفورم دو لا جونس افريكان يونا يو لا شانس د مغارا تسجل مزيان كدنا يا كان سا نوزا بيرمي ان بدا تي مسلمين بوي جيران لا غنزاره شو خص تشات مورا شو سالت تيغاد النيرون كلوب سانتيفيك واميد créé en 2016 à l'Institut de génie électrique et électronique. هربعت نتموسني واميض هبدوك شقاس 2016 اهسدو ثنبو مرداس تربعت نتموسني خدم في الروبوات تموسني التكنولوجيات من يهجار اهيلن دلخذو ماث اين الماذن سيقول ابدان غوري غالي ماستر ويسن نساد أسو بشناف إذا لبغي عون بشانير لخذو ماثو كون ننضن دي سنعيين ننضن من ينسرس ما تنخدم formation et d'autres d'autres expositions pour montrer ce qu'on fait et ce qu'on veut. أملاقيو التسويح ثماني قيمني مزيان نقوم جارس سيقل كل همورا تفريق مسلين في عطاي غيرن دلخذو ماث دل استراتيجيات ألا يزمرنا يورن السفريق ثأرزاه أزمرني مزيان ندرن الفايت إمورا وشيو اسم معاون ماني لنا عطا الرهوض أن تكون بنيين هجديدين ألا زمرني مزيان نيرن هسا va leur donner confiance en eux باش أذوالين البوتنسيال اللي سعان أذوالين باللي خاص مزيان زمرنا تخدمن الحوايج إيزون دي كاباسيتي نيثني أذوالين إثامور ثنسن الجزائر أتسوالين باللي وين مزيان إيسان لي كاباسيتي إزمارا دياوي الجزائر وأتفهمن باللي زمرنا داوين الجزائر بزاف أملاقي مزيان تفريق تيشتي لخدمات نتمور ثنغ قبريد وليمي مزيانا دو سمغرو غير نيمو دو غيرو سلمذ نتموسني علاين وفي الذمث نوصى قدر نثم الدور الثاني وذان دي الولايه ثنقال ما توقنا المولاش 568 انثي خامين غرثي شبكت ان الغاز انت مدينه ويت ذي ونقاذ نتشور ذي قويره للولايه ثغاوسه يكسن نزيوم نصم ذي المشتا ايا اميك قموق سوري في نصحوسي سي الجراث يدران ثروين الغاز يقار محمود جبيل غريم لميين نسكانية تيلين ذق غير مكاسة وملحناش ذي البقرات يوض الغاز انت مدينت غري خامني بعدا أكثر من 550 تواشيلين باش هذي لي غرسن الحمان ذي المشتاية فرح كنا كيف خير الجزائر عندنا مثل العباد والله حرقتنا قرعات الغاز نهار كاينة ونهار ما كانش إربع نوس قدي خدمت في سرسين تاويلة ثايا يعنانا خناق ذا الوعران ذا المضرات أنورقين الغاز حرقا سيهودو هذه لاباراي تندرهم باللي كاين الاكسجين ناقص واش تولي دير كيعود الاكسجين ناقص واش تولي هي تولي تصوني واش يدير الانسان ولا اللي ساكنهم يروح طول مباشره يفتح النوافذ جات صنع الغاز ركبوا لنا لي زاباراي هذو بان نحيو الخطر علينا وعلى وليداتنا ان شاء الله وفي الوعران نوخذام السلغاز همو جارس في غناوث انه حسس ذو سمو سنس الوعران ظلم دراث ان الغاز هو غاز مميت وكم لاحظتوا انه السنه الفارطه كانت هناك عده ضحايا وحنا اليوم يعني ما كانش هناك اغلى من سلامه المواطن الجزائري الانطلاق كان من ولايه قالما على ان تشمل هذه الانطلاقه كل الولايات عبر القطر الوطني يقوي ران قالما زرنت ذي سينوالين الفلاح ثقان ستري سيتي وذاية توسرس الفيرمن عبد المجيد ذو قبذاو الخدمة باش ترني ذي الغلذ اي استراتيجي الربط بالكهرباء الفراج هذا راح يعود بفايدة كبيرة على المنتوجات اللي راح مبرمجة للمزرعة منتوجات استراتيجية البطاطا بذورة وعندنا السلسم الزيتي عندنا عباد دوار الشمس عندنا القمح قمح صلب ولين إيهيلن يوسميري المحطات نوسرقيين التريسيتي ذي قالما يوسق دارة ذورناي ذي هشبيث ضضمانث نووض الناس غير يوذان أتكبانيين الدامسة
وثيف الست زمارت أن يذن تتم زبروث الخدمة ويت سوسك درنا ست ولايات زمارت تثرارين أمس بيطار أثرار مصطفى بن بولعيد النغ أثرار الشهيدة مني المصطفى بن بولعيد ذي الولاية أن أم البواقي ذي عين مليلة يرفضن 240 سريرا لان تورا أذيد في الخدمة وذي رزم البيبان النستقار زهرة أبو عبد الله القليوة تبذل خدمة السبيطارة ينعين مليلة وغادي يستقدر راتن وثولة سيم وضان ذي نيت الولاية ذا تموا أقلان سامن تيذ سراتن وثولة أقلان ثروزية الدولثة مستشفى ما شاء الله بمواصفات عصرية انت نتمنى وتعمموا في عاصمة الولاية أم البواقي وتزيدوا مدينة عين البيضاء هو مكسب لمدينة عين مليلة إن شاء الله والبلديات المجاورة هو إن شاء الله يحاول يخف العبء على المواطنين اللي كانوا يتنقلوا خاصة العمليات المعقدة يروحوا خارج الولاية إن شاء الله يكون هذا المكسب يفي بالغرض إن شاء الله السبيطار هذا ما شاء الله هو راح يخف وكما نقولوا ويكون مليء بزاف للناس اللي ما عندهاش ثبت أربع ثين طبيبا يسنن فوس الماذن طبيبا السبيطار يذي فرملي الناس وجرب نقدهن الحرش الخصوص للصالف نساوين الباراسيونا ذرات نسو يريد الخدمة يس اليوم أشرفنا على عملية الانتهاء من اقتناء التجهيزات الطبية والجماعية قطاع التجهيزات العمومية بصدد اقتناء وتركيب المولدات الثلاث في نفس الوقت كذلك توصيل هذا المستشفى بالألياف البصرية سبيطارين الشهيد مصطفى بن بولعيد يسيدي وحاضي في الراح ثني موضا ذ الاموال انسان ذو حايد انتيخ لانسان بران الولايات اذ ذوى قداه اللمروضة ذيس انا عدى غريسة للنثمورة الجناس ذي المروك الريح ثن الجيف ثث ولا وثفوح نغثولي وثفوح وثولي ذي ثورقة ان الواشنطن بوست يبين ان سل جراث يبان قدا اساو من المخزن اي فرنسا سوسخدم وبريد نص النط النيغ اوثلاكث نيغ اوثلاكث في زرفان اليودان اثيطو دخل نيفصل ان المخزن العدو الخدمي ان الخير ذيودان يقار محمود جبالي ذي ثورقته سوث عجب ذا مقران يولاد الجرنان واشنطن بوست غرم مظرا يذران ذي الراين فرنسا ذي وتخصى نمسال تصحراوي غربي من يهقن الواشنطن بوست تارس ثان جاروث الماكرو سوزي رمقران إلا نموق في اللاس غير المخزن ورنان تمسال تنص النظف فبريذ نهيلي توسنن سبيغاسيس أثغاو سايلا نتعجاب شاوه السكر يوذان ذي فرنسا تموران دونيث قوذ من النظام للمخزن وإلا نتعاقب سو سفرس نمور نلفيزا ذو سنقص المعاونات إلا نيلي تويهنت صغر فرنسا أمكن ناد الواشنطن بوست بلي المروك يخدم استوريق ذي الجال ثني مسبريذن بلا الكيظان يورنين وزير في فرنسا اثغاو ساي لاني ناد في اللاسهانية معارضة مغربي فؤاد عبد المومني إلا نيوكذ بلي المروك يخدم في بريذن وذي حلينش أمو الصنف ذو سميري اللي معاونا ذق غير نمس بريذ بلا الكيظان أول نيلان يوفاور ناس انتر قزاي خدم ذق غير الزرفان فؤاد عبد المومني الحبس ذو جرم ذو عفاس تغاو سيوينة تخصان أمكرنين وذفن غير التاويلات الإلكترونيك انيوذانية خدمن ذق غير نزرفان وفبريذن بيكاسيس الواشنطن بوست هو ثلايد في ترز بثايا أديوسين فبريذ ذي باننشا ورني هو ثلايد في تموسال نزرفان انيوذان ذي المروك وسق غيرشت أتموغال البلانات في وعفاس ذو وكاس نزرفان وقذو ذا صحراوي ذي مورنس التوكر ذا انواقل النس أصغر سني غيرن دي ثمور فلسطيني تحت لن ورعث الحرب نجر بركان الاحتلال الصهيوني فغير غزة من يتهم العدوان الصهيوني العدوان النس فغير غزة ذي واس ويس 394 من استشهدن وتوزر حل بس نيوذني فلسطينيين دي ثيثين ثم فاكت الاحتلال الصهيوني فوخام ذي فوخام ذي قوير نغ وخام ذي قوى ذي قوار نتل الهوى من استشهدن ثلاثاني فلسطينيين أمديث وصلنا ذي تيثي نثما فاكت في قوار نصبرا مكاس قارن دوغن الدن ثم دين تلنا رافح أمكاتو تلميد فعية قوار ان بغداد سوق غير الناس تناد المقاومة فلسطينيث دوغ غير باللي ثوثا أنقاذ المستوطنات دي الغلاف غزة سسوارخ أمك زرينت نغزريني مدنيين دي قويرا فتغمرت أظهريث ذافن العسكر الاحتلال الصهيوني غير ثقامين
سوغيل ذي ثمدين ثنطول كرام استولى في عسكريين ويد ذي الوقت من يوكد البيرون ثنغماس حكوميه بلي العسكر الاحتلال الصهيوني استخدام السلاح يتوحرم ذو قمس نثمورا الطياشن تأمين سيت مفاقين ذي شارات حربيين بلا ورعي غر القوانين ذي ثمورث اللبنان ثوثات مفاق الاحتلال الصهيوني الصناط أنقاذ انتيثا فضاء قضاء عكار ذو غير جبل أكروم أديوسين جرسنت غوانين ننصوب ضحلواص ذو قنيجان ثمورث ورنذاس أمكان نلخيام أمكي قوثا أم صغر جرماش قلد السباع أقلان أم كسقارن لاندي الهرمل دوك سمار نثمورث دوك ميران إذن سوريا أم كقوثا مسيغر أن أكوم داخل نثمورا أن سوريا سوك غير الناس ثلاي ثربعة حزب الله بلي ثوثان قد القواعد صهيونيين أم كثلاث غلافة زمرت اللبناني فالاستشهاد 71 مدنيا ذو جراح 169 يضيتية الاحتلال الصهيوني ذي 24 ساعتين ينقر منيث للبنان الدو نجرم ذا بركان الصهيوني سيلين الاستشهاد ذو جراح اللولوف ني لبنانيين ورنذاس مولاش ويشت نو مليون يودان إرولا نسيثي خامين سن ويدي الوقت ثمانية لغاثي دوك لو مميث غر وحبس انتي ثمانية ندب اللي إخسارين أجي الاحتلال الصهيوني الدور ثايا يعد لباس وقدران ذي الحرب نسوقاس ان 2000 استويت يلقى يلا وسال نقارون وغميس نواسا تنمير تفوس غاد النون سوال دم قران في اللون